هذا وفقد الوسط الفني صبيحة هذا اليوم الفنان البحريني القدير سعد الجزاف، والذي وفته المنية بعد مسيرة فنية حافلة. وأسهم الجزاف على مدى 4 عقود من الاشتغال الفني في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية، كما عمل في مختلف مجالات التمثيل والإخراج والمسرح، منجزا أكثر من 40 عملا مسرحيا، أبرزها مسرحية السيد التي حظيت بشهرة وإشادة في مختلف أقطار الوطن العربي. كما نشط الجزاف على صعيد العمل الإداري في مسرح الجزيرة، وشارك في أبرز المسلسلات البحرينية من نيران إلى سوالف أم هلال والكلمة الطيبة وغيرها، كما شارك في أول فيلم بحريني طويل، فيلم الحاجز لمخرجه بسام الذوادي. وقد سبق أن وثقت تجربة الجزاف الغنية في كتاب حمل عنوان سعد الجزاف 50 عاما من العطاء.